السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. رمضان كريم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله تعالى. اليوم غادي نقدم لكم واحد الشوربه ديال الحوت، كتجي زوينه بزاف وانا كنستعملها، كنديرها دائما في يعني في رمضان، بالضبط في رمضان، لانه كتعجبني وكتجي خفيفه وزوينه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نستعمل، اول حاجه غادي نستعمل هنا الحوت. بالنسبه للحوت اي حوت حبيتو نتوما، انا بالنسبه ليا غادي نستعمل هنايا هذا شويه ديال الفرخ، شويه ديال القمرون، شويه ديال الصدر ديال الدجاج بيض، عندنا واحد جوج ورقات ديال سيدنا موسى، عندنا واحد الدرس ديال الثومه، شويه ديال صوص الصوجه. بالنسبه للعطريه عندنا شويه البزار، شويه الكمون، شويه الكركم، وشويه ديال الملحه، شويه سكينجبير، شويه تحميره، وشويه الزعتر. عندنا شويه ربيع معدنوس، معدنوس قزبر، قزبر ومعدنوس. عندنا واحد البصله مشلضه، عندنا الشعريه الصينيه اللي انا ديجا يعني درتها في الماء سخون وقطعتها، شويه ديال زيت العود، وهنايا هذا مرق ديال القشور ديال القمون. انا ملي قطعت نقيت القمون خديت القشور ديالو درته في كوكوط ودزت عليه شويه الماء ودريسات ديال الثومه وواحد نص حامضه وخليته كيطبخ شويه، وخديت هذاك وصفيته وخديته باش غادي نستعمله. نسيت واحد الحاجه ما ذكرتهاش، هو انني غادي نزيد واحد خيزو محكوكه، كتزيد حتى هي شويه البنه في 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 هاد لاصو. خليكم معايا. شحر لينا داك الحوت اللي رميناه والدجاج والبصله وخيزو المحكوك، غادي نضيفو ليه دابا داك المرق ديال الدجاج اللي قلت لكم، المرق ديال القمرون، عفوا ديال القمرون اللي كنت قلت لكم راه صايبتو انا. هاد الشكل هذا كنحركو مزيان بهاد الطريقه هادي، وما كنزيدو حتى شي ما، كنخليو غير هاد الماء فقط لا غير، هاد المرق اللي درنا صافي باش كيبقى ديك البنه ديال الحوت طاغيه. نزيدو شويه الربع اللي قلت لكم قبيله بالطريقه هذه، ومن بعد كنزيدو ديك العطريه كلها، يعني الزعتر، البزار، التحميره، الكمون، السكينجبير، الملحه، جميع العطريه اللي قلت لكم قبيله كما كتشاهدوا بهذه الطريقه هذه. كنزيدو دوك ورق سيدنا موسى ونخليو داكشي كيتشحر شويه، يعني يطيب شويه، ومن بعد غادي نسدو عليه الكوكوط. غادي نزيدو داك راس الثومه، غادي نحكو ونزيدو، وغادي نزيد معلقه ونص ديال الصوجه، صوص الصوجه. البنات كما كتشاهدوا، بعد ما ضفت الورقه سيدنا موسى وحكيت داك الدريس ديال الثومه وزدت ديك الصوص الصوجه، يعني ديك المعلقه ونص ديال الصوص الصوجه، غادي نسد على الكوكوط حتى يطيب دوك الدجاج، يطيب مزيان هو داك الحوت اللي رميت في الاول. ومن بعد غادي نرميو
هاد القمرو اللي بقى لينا، لان القمرو ما خصوش يطب بزاف، الا طب بزاف كيولي بحال شكل القطن. ونضيفو الشعريه الصينيه في الاخير ونعاودو نوليو ان شاء الله. حاجه اخرى نسيت ما قلتهاش لكم البنات، هو انه كاينه اضافه اخرى ممكن انكم ديروا، ممكن انكم تزيدوا القشده الطريه. انا كتعجبني كتجي زوينه في لاصوب ديال الحوت. غادي نزيد انا تقريبا واحد نص كاس ديال القشده الطريه السائله من طبيعه الحال. اللي بغى يزيدها يزال، اللي ما بغاش وبغى يشرب غير بحال هكاك بالصحه والراحه.